لغة برمجة وأنا البروجرامر. المشكلة الحمد لله لحد هسه صرنا من جبرين 16 لعبة خلال بس سنة ونص، وألعاب مشهورين على جوجل بلاي إذا حابين تجربوها. الحمد لله ألعاب لما بتشارك بالمسابقات بتفوز مراكز منيحة. لعبة قطعة فازت مركز أول بمسابقة اسمها زكية الألعاب، كان في أكثر من 100 لعبة مشاركة فزنا مركز أول. بمسابقة جيم سماش فزنا مركز ثاني على مستوى الأردن بلعبة شرنقة. المشكلة اللي بنسعى نحلها هي منهجية التعليم بالمدارس. للأسف طور العلوم بكل النواحي بس لسه في تنقير وتلقين بالمناهج بالمدارس، عشان هيك نفسنا نحل هاي المشكلة. الحل هو صنع ألعاب تعليمية ترفيهية عربية وإبداعية. وبحديثنا عن الألعاب لازم نحكي لكم عن قرمز. قرمز هي جيم عملناها لتعليم الأطفال بتربيتهم العمرية من 3 إلى 5 سنوات ومنطقين باللغة العربية، تعليمهم الأشكال والألوان والأحرف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية. هي موجودة على جوجل بلاي فكتير بشرفنا تجربوها وتحكوا لنا فيدباك عنكم. اللي بيميزنا هو إنه ألعابنا عربية وإحنا حابين نثري المحتوى العربي للسوق. وألعابنا ثلاثية الأبعاد وهو إشي كتير نادر. إذا بتعرفوا لعبة كريم وجناح هي لعبة ثنائية الألعاب، إحنا اللي بيميزنا بألعابنا إنهم ثلاثية الأبعاد. جلوبالي وأوبتمايز يعني اليوزر إنترفيس والجيم بلاي بدهم يكونوا سهلين وبسيطين وتفاعلية وتعليمية وترفيهية ومسلية بنفس الوقت. حبينا نستخدم تقنيات جديدة زي الواقع المعزز اللي هو دمج الواقع المادي بالواقع الافتراضي، ودعمنا ألعابنا بقصص وهي بارك ستارت. مين الناس المستهدفين؟ الأطفال من العمر 3 إلى 15 سنة الموجودين بالوطن العربي أو الناطقين باللغة العربية اللي أكيد عندهم سمارت فونز وسمارت ديفايسز ولهم أكسس على الإنترنت. إحنا كثير سعيدين إنه بعمل هدول الألعاب عم نحاول نحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة وهو كواليتي أوف إدوكيشن، جودة التعليم، وإن التعليم لازم يكون متاح للجميع بجودة عالية. التشالنج اللي رح نوصل من خلالها هو التارجت أودينس تبعونا اللي هم جوجل بلاي، أب ستور، المدارس والمراكز شكراً كثير ونتمنى عن جد تعليم سيء. رح يكون عن طريق الادز والماركتينج والان ابرشنز وسيلينز برودكت.